فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. الإرهاب الأعمى يعود مجددا فيضرب هنا وهناك. اليوم عندنا مشكلة، هو مشكلة تأمين الحدود، خصوصا أن البعض متخوف من تكرار سيناريو 2014 بعد فتح سجن أبو غريب في 2013. واليوم أيضا ما حدث في سجن الحسكة واقتحام هذا السجن وتهريب العديد من عناصر داعش أيضا يعيد إلى الأذهان سيناريو 2013-2014. لأول مرة نجد الشارع العراقي بين متفائل وبين متخوف. المتفائل يقول أن قواتنا الأمنية مستعدة أن تحبط أي هجوم مرتقب، وأن الحدود مؤمنة بالكامل، خصوصا بعد ما تحدث به السيد وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد سعدون، والذي قال في تسجيل صوتي بث في وسائل التواصل الاجتماعي أن كل ما يشاع من تسجيلات صوتية وحرب إعلامية لداعش هي حرب نفسية وإعلامية، وأن قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد. الفريق الآخر هو فريق متخوف، خصوصا أن الأحداث الأخيرة التي جرت أو الحوادث الإرهابية التي جرت في القادرية، في حمرين، في العظيم، كلها تنبع عن أن جهوزية القوات الأمنية ليست بالمستوى المطلوب، وليس هذا هو رابع جيش في العالم كما كان الجيش العراقي، خصوصا أن هناك انتقاد واضح وواسع لآلية تجهيزات الجيش العراقي، خصوصا في ظل هذه المرحلة الراهنة. الرأي الثالث اللي هو ربما أيضا رأي مهم، شو يقول الرأي الثالث؟ يقول كلما تقترب مواعيد تشكيل الحكومات نجد أنه هناك بالمقابل هجمات إرهابية. فهل هناك علاقة للهجمات الإرهابية بالواقع السياسي، أم أن داعش تستغل هذا الانشقاق السياسي الواضح، أبان تشكيلات الحكومة لهجمات إرهابية وإرباك الوضع بشكل عام؟ هذه عدة آراء، لكن الرأي الرابع اللي هو راح نشوفه من ضيفنا، خلوني أرحب باسمكم بالمتحدث باسم العشائر المتصدية للإرهاب الشيخ سفيان العثاوي. شيخ سفيان مرحبا بك، حياك الله. أهلا وسهلا بك يا أخوي، مساك الله بالخير شيخ، ومرحبا بك. خليني أبدي وياك من السؤال الأهم، ما حدث في سجن الحسكة يثير المخاوف مجددا، لأن تكون هناك أحداث مشابهة لما حدث في أبو غريب 2013 وما تلاه من أحداث في 14 وما بعدها. تعتقد أكو تأثير لسجن ما حدث في سجن الحسكة على الواقع العراقي، انعكاسه على الواقع الأمني العراقي، ممكن تسلل العديد من العناصر مجددا لو الوضع مختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم ولمشاهدي قناة سامبر. طبعا أنا أثمن ما طرحته بتقريرك وتفصيل اللي ذكرته في بداية الحلقة، أنه اليوم هل سيؤثر هروب السجناء من سجن الحسكة على الوضع العراقي؟ طبعا أنا قبل عدة لقاءات ذكرت بأن اليوم رئاسة أركان الجيش المتمثلة بسيد الفريق عبد الأمير يار الله أخذت أمور احترازية قبل هذه الفترة، ومنها وضع كاميرات حرارية، أسلاك شائكة لمنع تسلل الإرهابيين، سواتر، حفر خنادق، إضافة إلى تعزيزات وصلت إلى الحدود العراقية للتأمين وللحفاظ على مكتسبات النصر. طيب. طبعا احنا نرجع لما قبل هذا الهدوء والانسجام الأمني ما بين القوات الأمنية وما بين أبناء المناطق اللي يتدفق لها تنظيم داعش الإرهابي، ليوضح للمشاهد
وللمواقع اللي تحاول أن تشوشر على الوضع الأمني وأن تعطي تنظيم داعش الإرهابي المنهزم المنكسر صورة ليس بالحقيقية، كونهم اليوم تنظيم داعش الإرهابي وأفراد تنظيم داعش الإرهابي دائما يستغلون الثغرات ويستغلون هفوات أبناء الجيش العراقي والتشكيلات الأمنية الأخرى، ومن ثم يقوم وينهال عليهم ويهجموا على تلك الثكنات ويفعلوا ما يفعلوا. ولكن قواتنا الأمنية اليوم مسيطرة، هي من تبادر هي من تضرب، إضافة إلى مقارنة الوضع ما بين 2014 وما بين الوضع في الوقت الحالي. الوضع اختلف أستاذ اختلاف كبير جدا، ألا وهو بأن اليوم في تلك الفترة عندما هربوا السجناء من سجن أبو غريب كانت هناك حواضن، كانت هناك أجواء محترقة ما بين القوات الأمنية وما بين أبناء تلك المناطق اللي تدفق إلها تنظيم داعش الإرهابي. نعم كانت هناك فجوات، كان هناك عزلة ما بين القوات الأمنية في ذلك الوقت، ساهمت وساعدت على إعطاء مساحة لتنظيمات داعش الإرهابية في تلك الفترة. أما الآن الوضع اختلف، اليوم أبناء المناطق الغربية، نتكلم عن محافظة الأنبار إضافة إلى نينوى وإلى صلاح الدين، اليوم نلاحظ بأن هناك تواصل كبير وعلى المستوى الدرس البليغ اللي وجه تنظيم داعش الإرهابي من قتل وتدمير للبنى التحتية وحرق الناس وهم أحياء وإلقائهم في الأقفاص المياه أدى إلى خلق أجواء رافضة للفكر الإرهابي المتطرف الدخيل. اليوم أي إرهابي شاهدوه في عمق الصحراء تصل معلومات إلى القوات الأمنية، فكيف لربما في المناطق السكنية لا يمكن اليوم أبناء تلك المناطق على أن يتقبلوا هؤلاء الجرذان ضمن مناطقهم ليعبثوا بالأمن والاستقرار. لحد هذه اللحظة اليوم عمليات إعادة الإعمار مستمرة لما خلف تنظيم داعش الإرهابي. طيب. فهروب السجناء هروب السجناء في 2014 وجدوا هناك من يستقبلهم، من يرحب بهم، من يعتبرهم اليوم جزء منه. اليوم الوضع اختلف، اليوم لا يمكن، اليوم العشائر مستعدة، بل على رهن إشارة اليوم قيادة الشرطة وقيادة العمليات والأجهزة الأمنية الأخرى، ليس مجاملة وإنما للحفاظ على مكتسبات النصر والحفاظ على المنازل والمناطق اللي طبعا إعادة جراء عمليات الإرهابية. طيب الآن أنت النقطة الأولى اللي ارتكزت عليها هو علاقة المواطن في المناطق المحررة بالقوات الأمنية، نعم، وأن الحواضن في تلك الفترة كانت هي السبب الأساسي. طيب من اللي دينفذ اليوم عمليات؟ احنا اليوم عندنا مشاكل تصير، الكثير من الخروقات الأمنية، من السبب؟ من يقف خلف هذه الخروقات الأمنية؟ الخروقات الأمنية طبعا هذه العملية اللي حصلت وراح ضحيتها شهداء عراقيون من أبناء جيش العراق الأبطال، دول فخر لكل العراق بأنه اليوم هم مرابطون وتعرضوا لهجوم إرهابي غادر جبان. هذه تبناها تنظيم داعش الإرهابي وأعلن عنها بأن مواقع رسمي بأنه هو اليوم من تبنى هذا الهجوم على القوات الأمنية، استغل غفلة أبناء الجيش العراقي في تلك الثكنة وفعل ما فعل. ولكن الرد أنا أوعدك يعني بما فهمت من بعض التصريحات لقادة أمنيون كبار وخصوصا مع وزير الدفاع والقادة الأمنيون الأخر، إضافة إلى بعض تلميحات السيد القائد العام للقوات المسلحة، تكون هناك رد قوي جدا على تنظيمات داعش الإرهابي المنكسر المنهزم. اليوم تنظيم داعش الإرهابي يستمر قبل هذا، نعم، أريد تتحدث لي عن الشريط الحدودي في الأنبار، مؤمن فعليا؟ الوضع اليوم إذا أتكلمت عن وضع مؤمن 100% لربما المواطن سيقول بأن الشيخ سفيان ديبال، ولكن الإجراءات الاحترازية والقوات المتمركزة والأمور اللي ذكرتها إلى قبل قليل، الدولة العراقية تعمل على منع تسلل أي إرهابي إلى عمق الصحراء. ولكن يوم مساحة الأنبار الواسعة ومساحة المحافظات الأخرى، لربما هناك بعض الجحور بعض الأنفاق يستطيع تنظيم داعش الإرهابي أن يتنقل من وإلى. ولكن اليوم نلاحظ أن نحن طيران الجو العراقي وجه دائما ضربات استباقية استهداف لثكنات تنظيم داعش الإرهابي ومضافات تنظيم داعش الإرهابي في عمق الصحراء. لربما اليوم البعض المواقع في التواصل الاجتماعي، أنا أوجه رسالة من خلال هذا المنبر بأن اليوم علينا أن لا نتعامل ولا نتعاطى ولا نصدق ما يطرح البعض من أنه اليوم تنظيم داعش الإرهابي يستطيع أن يخلخل الوضع الأمني. هذا الكلام غير صحيح. نحن في 2014 في تلك الفترة اللي استغلها تنظيم داعش وجد بأن هناك أبواق هيئة الأجواء وأعطت مساحة لتنظيم داعش الإرهابي على أنه يستطيع
أن يسيطر ويستطيع ولديه أعداد، واستطاع تنظيم داعش الإرهابي فعلا بأن يتقدم بناء على تلك الأبواق والمواقع المأجورة. اليوم بالأنبار خلينا نطمن أبناء الشعب العراقي، يعني الحرب النفسية، الحرب النفسية في ذلك الوقت، على أن دخل داعش منا وجني 15 دوسرية منا وصعدن 18 منا، وانشغالها وإعطائهم دور هو طبعا بالحقيقة مو صحيح. وأنا يوم من الأيام زرت أحد السجون العراقية، فكان معنا فريق متخصص بصفة الناطق الرسمي، وكان معي أحد الأشخاص المهمين في الدولة، وتكلمت مع أحد الدواعش اللي كان من ضمن الإسقاط المنطقة اللي كنت أنا من ضمن سكنت تلك المنطقة. تكلم بأعداد بسيطة تنظيم داعش، ولكن الإعلام والتهويل الإعلامي في ذلك الوقت والنداءات اللي كانت تستلم على أنه تنظيم داعش الإرهابي لديه أعداد كبيرة تضاهي أعداد أبناء المناطق اللي حملوا السلاح والقوات الأمنية. فاليوم لا نعود إلى نفس المربع. طبعا اليوم قيادة شرطة الأنبار على جاهزية عالية، قيادة شرطة الأنبار وحدها تكفي لأمن وأمان الأنبار، وأنا مستعد وأبصم على هذا الكلام. الفوج التكتيكي وقوات السوات وأفواج الشرطة اليوم أفواج قتالية، ليس مثل صحراء، ليس كالسابق، أكو مشكلة أكو صحراء. أتكلم لك، أتكلم لك أستاذ أبو فيصل، إذا ردنا اليوم مع أبناء العشائر، مع أبناء الحشد الشعبي الأبطال المرابطون في عمق الصحراء، إضافة إلى أبناء القوات الأمنية، اليوم قيادة الشرطة تستطيع أن تؤمن الداخل 100%، تؤمن داخل الأنبار 100%، إضافة إلى الجحافل والقوات اللي متمركزة، هي 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 جزء اليوم جزء من المنظومة الأمنية العسكرية اللي تؤتمر بأمرة القائد العام لها، وهو الحشد الشعبي والحشد العشائري، قوات متجحفلة في الأنبار ماسكة مفاصل جدا مهمة. لا نسمح اليوم للبعض بأن يهول أو يعطي صورة أو يتصور بأن الوضع الأمني يستطيع، لا اليوم ما حد يسمح. حتى قبل في السابق كان الفريق هادي كقائد شرطة وقيادة العمليات في ذلك الوقت كانت تعاني من مشكلة، كان هناك أجواء مساعدة، أجواء محترقة في تلك الساحات، منها ساحات الاعتصام في ذلك الوقت، ومنها أجواء هيئت العزلة ونعت الجيش العراقي في ذلك الوقت بعدة تسميات. اليوم أكو رصد حالات سلبية منفردة استغلوها ووضعوا في ذاك الوقت. نعم. خلينا نرجع شوي. نعم أبو، لأن هذه النقطة مهمة. في ذاك الوقت كان تعامل القوات الأمنية مع المواطن، هذه النقطة، تعامل القوات الأمنية مع المواطن تعاملا سيئا هو من خلق الفجوة، يختلف عن التعامل اليوم. قيس لي على الأنبار أبو فيصل، تركني من نينوى صلاح الدين، تشكيل بعد انهيار النظام وتشكيل نظام آخر وتشكيل جيش عراقي جديد، من طبعا هو واقع حال بأنه كان هناك رفض لذلك الجيش في ذلك الوقت، نعت بعدة أسماء وتسميات، ولكن عندما دفق تنظيم داعش الإرهابي وأتوا أبناء الجيش العراقي، والله مو مجامل لهذا الموقف ولكن موقف عاش كل العراقيين. اليوم جهاز مكافحة الإرهاب عندما دخل كان جهاز عراقي وطني تعامل مع تحرير الإنسان قبل الأرض، إضافة إلى أبناء الجيش العراقي كانت المناطق تحتمي، والنساء والأطفال وأبناء المناطق بعد كل الشتائم اللي وجهوها صناع الموت في ذلك الوقت، منهم قيادات تنظيم داعش الإرهابي والأبواق المأجورة أبو فيصل، استلذنا حول وخلف الهمرات العراقية، همرات الجيش العراقي، واستترنا خلف الدبابات العراقية، والله عندما كانت تنسحب دبابة من أحد السواتر المنطقة بأكملها تقف للمطالبة ببقاء تلك الآلية لصد خطر تنظيم داعش الإرهابي. على كل هذا الكلام اللي أتكلمت يا أبو فيصل أريد أوصل رسالة من خلاله بأن الوضع الآن وضع مختلف، لا يمكن لأبناء المناطق اللي تدفق إلها تنظيم داعش الإرهابي بأن تكون أداة بيد الإرهاب. الإرهاب الذي قتلنا والذي شردنا والذي دمر منازلنا ودمر الجسور والبنى التحتية والمستشفيات والمراكز الصحية وكل معالم الحياة دمرت بالكامل. اليوم تنظيم داعش الإرهابي ما قدم إلا الدمار والقتل والإرهاب إلى تلك المناطق. اليوم الوضع اختلف بالكامل، نحن مع قرار القائد العام للقوات المسلحة ومع الجيش العراقي الأبطال البواسل اللي اليوم نحن والله نتأثر، وإذا حصل تعرض وسقط أحد أفراد الجيش العراقي شهيدا على أرض العراق ونفرح عندما نلاحظ بأن هناك ضربات استباقية سريعة في عمق الصحراء قبل وصول التنظيمات الإرهابية إلى المناطق.
لنوصل ثلاث رسائل بأن اليوم قواتنا الأمنية المتمثلة بقيادة الشرطة بمحافظة الأنبار تستطيع أو مسيطرة على الوضع الأمني بالداخل وبالخارج 100%، إضافة إلى نحن مرحبين بالقوات العسكرية وداعمين دعم لا يوصف كمجلس عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب، نعلن دعمنا ومساندتنا لأبناء الحشد الشعبي الأبطال ولأبناء القوات الأمنية، ونعاهدهم بأننا إذا احتاجونا وإذا طلب الأمر وإن شاء الله ما يحتاجونا نحن على جاهزية عالية، ورهن إشارة القوات الأمنية لدحر الفلول تنظيم داعش الإرهابي قبل وصولهم إلى المناطق، وخير دليل تعرض تنظيم داعش الإرهابي قبل سنوات إلى الجامعة وإلى منطقة السبعة كيلو، قيادة الشرطة كانت بوحدها استطاعت أن تحرق الإرهابيون وأن تستولي على عجلاتهم وأن تؤمن الوضع بالكامل، فوجد قائد الشرطة في ذلك الوقت أبناء العشائر يحملون السلاح ويقاتلون قبل وصول القوات الأمنية، أعطى دافع لأبناء الشرطة بأن اليوم تستمر، لأن ظهر محمي من أبناء المناطق عكس ما كان في السابق، كان الجندي يقاتل ويضرب من الخلف، كان الجندي يهاجم ويضرب، وكانت قيادة الشرطة تهاجم وأبناء الشرطة يخطفون ويقتلون في الممرات وفي الأزقة وفي الشوارع. اليوم الجند العراقي قاتل وظهر محمي بأبناء الوسط، أبناء الوسط والجنوب، أبناء الأنبار اللي هم اليوم يعتبرون صمام أمان الوضع العام طيب بالعراق. طيب الآن أنت وصلت لي رسالة إلي وللمشاهد بأن الأنبار آمنة. نعم. وأنا سألتك سؤال مهم، جزيرة الأنبار، نعم، وادي حوران والقذف وأيضا امتداد إلى الحدود السورية والحدود الأردنية، تمام، باعتبار أن سجن الحسكة بمشكلة فلازم الحدود مع سوريا مع الأردن تكون مؤمنة، هذا الشريط الحدودي مؤمن أم لا؟ يعني اليوم بمعلوماتك المواطن يطمئن يرتاح كل شيء مؤمن؟ لو احنا نظل متخوفين يوميا، سمعت التسجيلات اللي سربت؟ نعم. وبعدين رد عليها السيد وزير الدفاع دا يجهزون وراح ينطلقون وراح يتحملون وراح يجون. هذا الموضوع أنا ذكرته، نفس السيناريو اللي استخدم التنظيم الإرهابي من خلال المواقع بأن راح نهجم وراح نجي وعندنا أعداد، ولكن بالحقيقة هذا الموضوع لا يوجد أي هكذا، لا يوجد أي تشكيل لتنظيم داعش الإرهابي يتجاوز 3 إلى 4 أشخاص، والدليل اليوم طيران وزارة الدفاع والتقارير اللي إذا تنشرها وزارة الدفاع العراقية بأن اليوم يتم رصد حركة أي إرهابي هو كان يظن في السابق بأنه يصول وجول. المسرح الجريمة في عمق الصحراء بات الآن مركز لعمليات ومسرح لمطاردة الإرهابيون من قبل القوات الأمنية. في السابق ب 2014 كانت هناك معسكرات يستطيع تنظيم داعش الإرهابي، والسبب كان واضح بأن كان لا يوجد لدى العراق ولا طائرة عراقية تستطيع أن تراقب حركة الصحراء، ولا كانت ولا يوجد لدينا أي طائرة تتبع أو تصوير حراري ليلي. الوضع اليوم أف 16 أنا لاحظت بعض التقارير وأفرحتني كثيرا بأن هي عندما ترصد حركة الإرهابيون ثم تقوم بتحديد هويتهم وعزلهم عن المدنيين وضربهم وحرقهم في عمق الصحراء والاستيلاء على أسلحتهم والعدة اللي يحاولون أن يرموا يعني يعبثوا بأمن وأمان العراق. نرجع لسؤالك خصوص الشريط الحدودي، القوات أخذت على عاتقها عمليات تعبوية واحترازية اللي ذكرتها قبل قليل بتوجيه من رئيس أركان الجيش ومعالي وزير الدفاع وقائد نائب قائد العمليات المشتركة بأن اليوم وفرت كاميرات حرارية أسلاك شائكة إضافة إلى خنادق. الثكنات أنا لاحظت بعض التقارير التي صورت للحدود العراقية مطمئنة جدا، ثكنات قريبة عن بعضها، الأبراج مرتبة ترتيب عالي المستوى، ولكن اليوم نطالب نفس الوقت أن نحن نشيل وبنفس الوقت نحن نضع إشارات على معالي وزير الدفاع أن يأخذ بنظر الاعتبار اليوم ترتيب وضع الجندي العراقي ومن خلال الأبراج اللي رصدتها بعض المواقع واللي صورتها، طبعا كانت كلش محزنة. طيب هو أنا كنت هذا حقيقة يعني أنا تألمت والله بجد، حبي لوزارة الدفاع والداخلية وكل القوات الأمنية اليوم وجودنا من وجودهم. طيب. هذا بات أمر قاب قوسين أو أدنى، اليوم وجودنا من وجود القوات الأمنية إنهال علينا تنظيم داعش الإرهابي إذا استغل أي ثقرة لأي جندي أو هفوة. وتوجيهات وزير الدفاع أنا سمعتها قبل فترة قبل هذا التصريح، وجه رسالة لأبناء القوات الأمنية بأن اليوم تنظيم داعش الإرهابي يستغل هفواتكم ومن ثم ينهال ويقوم بقتلكم، فعليكم أن تأخذوا الحيطة والحذر.
توجيهات القادة الأمنية. فأحنا اليوم نطالب وزارة الدفاع بأخذ نظر الاعتبار ترميم الأبراج وتعاقد مع شركات. اليوم ميزانية وزارة الدفاع ميزانية كبيرة جدا. وأكو نقطة، البارحة كنت أشوف لقاء لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب الآن نايف شمري، نعم تحدث عن فساد في القناة العراقية الرسمية، تابعته، تحدث عن فساد واضح في ملف الأطعام، في ملف الدعم اللوجستي للقوات الأمنية، وحتى في ملف الفضائيين إيش قد يأخذون من الناس. هذا على ذمة السيد النائب، هو عنده حصانة، هو بس على ذمته. أنت ذكرت هو عنده حصانة وتكلم بهذا الكلام، وهو يعني خلنا نتجاوز الحصانة، لكن اليوم يحكي، لازم واحد يحكي ضميره، يعني بحيث هو يستند على أدلة ويتكلم. أنا أنت مقتنع هذا؟ أنا لست من المدافع. هذا برج يحمي لا لا جندي. شفت البرج؟ مقتنع؟ تمام. إنه حتى اليوم المواد هي مواد مستخدمة، يعني مكرر بناءها لأكثر من مرة. اليوم قارنوا ببعض المواقع التواصل الاجتماعي ما بين أبراج بعض الدول، اليوم اللي نحن ميزانيتها، ميزانية العراق تكفي هذه الدول لربما لسنوات، مو ميزانية الدفاع تحديدا. ميزانية الدفاع تمام تعادل ميزانية هاي الدول اللي ذكروها. وإحنا اليوم نطالب من السيد معالي وزير الدفاع، بما نحن داعمون ومع الأمن ومع الاستقرار ونفسنا مع القوات الأمنية لحد النهاية، نطالب بأن يأخذ بنظر الاعتبار. وأنا أتذكر للقاء قال دولة ولدي وأنا مسؤول عليهم. ولدك أنت مسؤول عليهم يا معالي وزير الدفاع، عليك أن توفر لهم أجواء ملائمة وأجواء وأبراج صد لهكذا تعرضات إرهابية من قبل إرهابيو مجرمو قتل يستهدفون نقطة أو سرية ويقومون بقتلهم ويقومون بالهتافات فوق جثثهم، لا ما مقبولة نهائيا حقيقة. يعني اليوم نحن نذكر محاسن وزارة الدفاع بسيطرتها على الوضع الأمني، ولكن الخروقات احنا نشجبها ونستنكرها بقوة. يعني اليوم ما يريد داعش الإرهابي أن ينال شعرة من أي جندي عراقي، كون الموضوع داعش، ملف داعش انطوى وانتهى. اليوم يقول لك مرتبط بالسياسة، أنا أقول لك ما مرتبط بأي سياسة. تنظيم داعش الإرهابي يعمل الليل مع النهار ويستغل الهفوات والثغرات حتى يطب ويذبح أبناء الشعب العراقي، لربما يحقق هدف لدقائق ليثبت وجوده على أنه تنظيم داعش الإرهابي عاد من جديد ويستطيع أن يهاجم ويضرب القوات الأمنية. فعلى معالي وزير الدفاع أن يعيد نظر توزيع قطعاته، يعيد نظر بالنظام البديل حتى يستطيع أن يطمئن على أي نظام البديل مهم جدا. وإحنا نلاحظ يعني من الصعب، هو طلب تعزيزات 10,000، أنا أقول ما يحتاج أي تعزيز أو إضافة أي أعداد. ليش؟ في حالة إعادة نظام البديل ما يحتاج تعزز. اليوم كل ما صار خرق لازم 10,000 جندي، لا. أنت اليوم الإرهاب ما يساوي، خلينا نقول فوج، اليوم عمق الصحراء كلهم يجوز لربما من المحتمل بكل جحورهم بعمق الصحراء ما يطلعون ثلاث سرايا، واحنا عندنا آلاف مؤلفة، أعداد كبيرة جدا، ودبابات وطائرات وكذا. اليوم نريد مجرد إعادة نظر وتشخيص الخلل، تشخيص دقيق، ومحاسبة من كان سبب في هكذا أبراج. طيب، في تغريدة السيد رئيس البرلمان العراقي تحدث عن نقطة مهمة جوهرية، قال فيها يعني الحل مثل هذه الخروقات الأمنية اللي يجب أن لا تتكرر هو مشاركة أبناء المناطق المحررة في مسك الملف الأمني. أكو تقصير برأيك من هذه الناحية، ومن يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟ طبعا أنا أثمن ما ذكره السيد رئيس البرلمان، وهو طبعا يعتبر أو لربما أنه هو أهم الأمن والأمان والإعمار، وهذا كل العراقيين يعرفون بهذا الموضوع. ولكن اليوم أبناء المناطق مشاركين بالملف الأمني، لدينا حشد الأنبار أكثر من 10,000 لربما 16,000 مقاتل، هم اليوم ينتمون إلى هيئة الحشد الشعبي العراقية. ولكن أنا أتصور السيد رئيس البرلمان يحاول إشراك أهالي محافظة ديالى في اليوم أن يكونون من المدافعين على أمن وأمان واستقرار تلك المناطق، كون من دون مشاركتهم وضع تلك المناطق يختلف عن وضع الأنبار. اليوم وضع الأنبار مؤمن
لدينا حشد عشائري وحشد شعبي موجود إضافة إلى القوات الأمنية إضافة إلى قيادات العمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار. كل هذه القوات اليوم على أهبة الاستعداد لصيد أي طارئ، ولكن أنا مع ما طرح في حزام بغداد يجب أن يكون هناك مشاركة، في محافظة ديالى يجب أن يكون هناك مشاركة لأبناء العشائر وتسليحهم وزجهم ضمن تشكيلات تتلائم وتتناسب مع الوضع اللي يدور به الأمني في تلك المناطق. نعم. طيب أكو نقطة أريد أعود لك إياها، كنت كان ودي أسألك عنها في بداية الحلقة. ما حدث في سجن الحسكة، هل هو توقيتات تديرها دول للعب بالأمن القومي للبلدان، أم أن داعش أقوى من ذي قبل؟ أحسنت على هذا الطرح. طبعا أنا والكل يعرف، واللي يريد ما يعرف هو يريد حالة ما يعرف، بأن اليوم هذا الموضوع إدارة من قبل دول عظمى حتى تتحكم بالوضع الأمني الراهن وأن تعطي صورة غير الصورة الحقيقية للتنظيمات الإرهابية. ولكن اليوم النزوح اللي لاحظناه في تلك المناطق السورية والأمور والنسبة الدمار والهجوم، طبعا هو في آنيتها، نعم الهجوم اللي قام به، أنت في آنيتها ربما إحنا لن نكتشف أن هناك خطة ومؤامرة، ولكن بعد مرور سنوات، يعني مثلا ما حدث في 2014 لم نتصور بأن اليوم قيادات اللي هربوا من أبو غريب راح يكونون قيادات في شن هجمات على المناطق والسيطرة ويلقوا خطابات ويقومون بذبحنا. طبعا هو اليوم أي وضع، إحنا نتأثر بالوضع السوري، حتى كانت في ذلك الوقت عندما ذكرت الوضع الأمني بدأ يرتبك في المحافظة، خصوصا أنا أتكلم عن الأنبار عندما كانت هناك بعض المطالب. بعد فترة حدث هناك تواصل ما بين سوريا والعراق وفي عمليات التصعيد وفي عمليات أصحاب القرار، وظهرت وجوه كشفت اللثام عن وجوهها، بدأت تنعة الجيش العراقي بتسميات غير لائقة في ذلك الوقت. حست المحافظة وحكومة المحافظة والوطنيون من أبناء المحافظة بأن اليوم احنا سقطنا في الحفرة اللي حفرها لنا تنظيم داعش الإرهابي في ذلك الوقت، وفعل ما فعل الإرهاب. فاليوم علينا أن نطمئن الشارع العراقي من خلال هذا البرنامج وهذا المنبر الوطني اللي هو دائما داعم للأمن والأمان والاستقرار. طيب ولا ما رجعت لي على التوقيتات الدولية. التوقيتات الدولية نعم هناك دول عظمى تحاول أن تربك الوضع الأمني، خصوصا مع الشريط العراقي، ونحن مقبلين على تشكيل حكومة عراقية حكومة وطنية، اللي يشارك بها يشارك واللي يكون معارض ما لنا علاقة. ولكن هذا الوضع طبعا هو وضع مصطنع لإرباك الوضع طيب الأمني. أكو نقطة ليش وتنظيمات داعش الإرهابي، أكو نقطة يسألها المواطن. نعم. شيخ يقول لك ليش دائما قبل أو أثناء تشكيل الحكومات أو مشاورات تشكيل الحكومة دائما ما تكون هناك عمليات إرهابية بل وتكون أقوى؟ هل الموضوع مرتبط سياسيا؟ لا وأكو أجندات سياسية تعمل على هذا الموضوع؟ لو أن داعش يستغل هذا الخلاف السياسي، تنظيم داعش الإرهابي دائما يستغل الهفوات والثغرات ويستغل الخلافات ويستغل الأجواء. اليوم أي خطأ، يعني مو أجندات سياسية تحرك اليوم. اليوم أبو فيصل، اليوم أنت مسؤول بالدولة، ولا سامح الله أنت تكلمت كلام يعني فد موضوعية تخدم. تلاحظ المواقع اللي هي تابعة تنظيم داعش الإرهابي تروج هذا الكلام وتريد أن توصل صورة للمواطن بأن اليوم أبو فيصل تكلم كلام حشا أنه طائفي أو بنفس طائفي. أما إذا تبقى تتكلم سنة كاملة داعش الإرهابي وأبواق داعش وهاي المواقع ما تتناول الكلام الجيد اللي أنت دائما تتكلم به، ما تقرب عليه، تقرب تأخذ تستقطع الكلام اللي به تحريك مشاعر. داعش الإرهابي فقد السيطرة، فقد الحسبة، فقد بيت المال، فقد التجنيد. اليوم لا يستطيع داعش على أن يجند أشخاص آخرين عكس ما كان في السابق. اليوم الاعترافات على قناة العراقية في برامج تخص أمن الدولة، كل يعني التجنيد في تلك السنوات كان 2016 2014 2015 2013، كل هؤلاء الإرهابيين جندوا في تلك الفترة. اليوم داعش الإرهابي فقد السيطرة، فقد إدارة أموره المالية نهائيا. فاليوم داعش ضعيف لا يستطيع أن يدير 3 أشخاص في جحرة. طيب بس واكو نقطة، يعني ما حدث، أنت سمعت بما حدث في القادرية، نعم، في سامراء بإعدام
صيادين من أهالي سامراء، تمام؟ يقال أن هذه المنطقة بها 4 إلى 5 من عناصر داعش وذبحوا 7. طيب 4 إلى 5 جيوب، ما تستطيع الحكومة أن تنظف هذه الجيوب؟ طيب أكو نقطة أخرى، نعم. مشكلة العظيم، مشكلة العظيم وما حدثت من مجزرة ضد الجنود العراقيين. هذه المنطقة دائما ما هي ساخنة، خصوصا بين كركوك وديالة وصلاح الدين، أنت تعلم ذلك، يعني أفهم مني بهذا الموضوع. أيضا هذه مشكلة لم تعالج من 2013 و14 و12 هم مطيبيجة وغيرها، تمام. أكو نقطة أهم بعد، حمرين. إيش قد صار لنا إحنا نتحدث حمرين 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 حمرين، تمام؟ ليش حمرين فقط تعالج بأهداف وما تنظف بالكامل، والناس تروح الصيد وتروح تدور حبارة وتدور طيور بحمرين بشكل طبيعي، ليش تاركينها؟ هذا السؤال. طبعا أنت ذكرت هالمناطق، هو نرجع تغريدة السيد رئيس، هو رائع مراد من خلال إيصال رسالة بأن يجب أن يشارك أبناء تلك المناطق وأن تحمل سلاح لمواجهة الإرهابيون في تلك المناطق. طيب. لوعورة الأراضي في تلك المناطق والأجواء الملائمة والمساعدة لاختبائهم في تلك المناطق. طبعا أنا دائما ألتقي بقيادات أمنية عالية المستوى وصاحبة قرار بأمن الدولة. اليوم عمليات جهاز مكافحة الإرهاب ده يقوم بعمليات نوعية، اليوم الاستخبارات العسكرية ده تعمل، الأجهزة الأمنية إضافة إلى استخبارات الحشد وأمن الحشد ده يعمل من أجل تنقية تلك المناطق. وأنت ذكرت اليوم 5 أشخاص استطاعوا أن يقتلوا 7 أشخاص، هؤلاء الأشخاص مدنيون عزل. طيب. لم يبالوا بأن اليوم أكو خطر في تلك المنطقة انهال عليهم الدواعش، فهذه هذا أكبر دليل لخسة ودناءة التنظيمات الإرهابية. طيب. المجرمة، المجرمة باستهداف أبناء المناطق. طيب حمرين، حتى هذه المناطق اليوم، أنا ما قلت لك اليوم العراق خالي من التواجد الإرهابي والجحور لتنظيمات داعش الإرهابي، ولكن عمليات استباقية ونوعية مستمرة تعتمد هذه المناطق اليوم، لربما في الأنبار هناك تعاون كبير جدا في إعطاء المعلومة للقوات الأمنية، لربما المناطق اللي ذكرتها توصل للمعلومات الحقيقية لربما للقوات الأمنية، حتى القوات الأمنية تستطيع أن تحقق أهدافها في تنقية تلك المناطق. اليوم رصد قيادة العمليات في الغربية، أنا دائما أذكرها من خلال الإعلام، إذا استقرت الأنبار والله يستقر العراق بأسرة، ولكن طلعت النهاية ثغرات والهفوات اليوم في المناطق اللي استهدف بها تنظيم داعش الإرهابي. اليوم تنظيم داعش الإرهابي بات عاجز على أن ينفذ عمليات تعرضية في الأنبار أو وضعها بعمليات تعرضية في تلك المناطق. دائما بين يوم وآخر نسمع اعتقال إرهابي في الأنبار، اعتقال كذا في الأنبار. طبعا بناء على معلومات استباقية الوضع اليوم، نحن نفتخر عشائرنا وبأهلنا بتلك المناطق الغربية. اليوم أي مؤشر يشير إلى تواجد شيء غريب، اليوم يبادر أبناء المناطق لإخبار القوات الأمنية، ومن ثم القوات الأمنية لا تهمل أي معلومة تصلها سواء كانت حقيقية لربما غير واقعية، تقوم بالعمل والتحري والتقصي، إضافة إلى الاستخبارات اليوم منتشرة في تلك المناطق. أنا ما أريد أقول لك اليوم الأنبار تختلف، ولكن الأنبار اختلفت اختلاف كبير عن ما كانت عليه في السابق، مثل ما ذكرت لي بالفرق بين سجن الحسكة وسجن أبو غريب، عند ما خرجوا الإرهابيين مخطط بالكامل. اليوم هذا الإرهابي يتوجه لهذا المكان. البارحة كان أكو ضجة على إغراق مدخل بغداد من جهة الأنبار، سمعت فيه؟ سمعت بهذا الموضوع، ولكن أنا البارحة استغربت بهذا الموضوع، وأكو ضابط موجود بالسيطرة، سألته قلت له شو على المواقع دا أشوف إنه أكو غلق للسيطرة، وأنا توجهت بالسيطرة ماكو، بس أنا وتقريبا سيارتين ثلاثة كانوا يعني ماكو أي زخم على سيطرة الصقور دخول للعاصمة بغداد. بارح الساعة بالأربعة أنا وصلت ماكو هذا، سألت الضابط اللي موجود قال والله يا شيخ ما هذا الكلام مو صحيح، وأنت دا شوف هالساعة بأم عينك. دا أقول لك أستاذ أبو فيصل أخوي العزيز، نحن اليوم أمام هجمة إعلامية ونفسية خسيئة ودنيئة تحاول أن تربك الوضع الأمني، ولكن بالحقيقة اليوم الوضع مؤمن بالكامل، حتى وإن تعرض تنظيم داعش الإرهابي، حتى وإن كان هناك بعض الشهداء لا نستهين بدمائهم هؤلاء الأبطال، ولكن لا يثني عمل تنظيم داعش الإرهابي وتعرضهم على سرية اليوم يثني أو ننكر دور وزارة الدفاع البطلة
اللي سحقت فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت سرف الدبابات. والله قلبي ولساني ما يعطيني بأن اليوم أتكلم وأنتقد بشدة، أنتقد بعض الأمور اليوم اللي هي على عاتق معالي وزير الدفاع ما قال ذولا أبنائي وأنا مسؤول عليهم، علي أن يزور نفسه ويطلع على سرايا ويطلع على الوحدات ويطلع على المشاريع ويطلع على المقاولات بزيارات مفاجئة. مفاجئة ما أريد اليوم قاعد بالمكتب وما يعرف شنو يدور بعمق الصحراء ووضع الصحراء علي، لأن هو قائد عسكري. وأنا كنت أتمنى منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأن اليوم وزارة الدفاع والداخلية أن يتبنوها قادة أبطال ليسوا مدنيين كانوا خارج العراق. اليوم فريق عثمان الغانمي على وزارة الداخلية ونقدم له كل الشكر والتقدير لدوره الكبير عندما كان رئيس أركان ونزل في وادي حوران ووادي القذف مع القادة الأمنيون ورفع العلم العراقي وأعطى رسائل اطمئنان من عمق الصحراء في ذلك الوقت، وكان برفقة الفريق عبد الأمير يار الله والقادة الأبطال في ذلك الوقت. نعم. سولف لي على حوران. اليوم أريد معالي وزير الدفاع هو بنفسه يصعد بطائرته ومع قواته الأمنية ويراقب، لأن هو قائد عسكري لا يجعل من اليوم 4-5 إرهابيون اليوم يعطون صورة غير ملائمة لوزارة الدفاع العراقية، وهذه الأبراج اللي اليوم شكلياتها غير مرضية للشارع العراقي. احنا اليوم الدور كبير ونسبة الإنجاز خلينا نقول 90%، ولكن هاي 10% احنا كعشائر متصدية للإرهاب والله ما نريد جيشنا 100% بتسليحة بتجهيزة بثكنات بأبراجه بكل الأمور حتى نؤمن على أبناء الشعب العراقي اليوم اللي عينهم تربو باتجاه القادة الأمنيون الأبطال اللي هم لهم دور كبير. نعم. طيب قبل أن أختم وياك، أكو مشاركة لأبناء العشائر أو أبناء المناطق في الملف الأمني هسه أنبار صلاح الدين، تجد أن هناك مشاركة تمام، والبعض يقول ليش ما تنسحب الحشود وتحل مكانها حشود من أبناء المناطق؟ لن نقبل بسحب أي مقاتل من عمق الصحراء، وهو اليوم الحشود اللي موجودة تتواجه أبو فيصل نتكلم بصراحة، اليوم أبنائنا من الوسط والجنوب بثكناتهم بتجهيزاتهم بعمق الصحراء يواجهون تنظيم داعش الإرهابي، عد ما تسحب والله ما حد يقدر يسد ثغرات ومكاناته، خذها من عندي وأنا ابن الأنبار ما مستعد أي واحد اليوم يروح بثكنة بهاي الثلوج وهاي البرودة بعمق الصحراء واليوم نسلحة جديد ونهيئة ونقول له روح اليوم أنت استلم هاي الثكنة ودافع عن الـ عن الـ عن الصحراء. هاي جت بناء على قتال ومعارك ودماء وأمور تعرضية. اليوم أنا ابني هسه اليوم أقدمه لوزارة الدفاع تشكل تشكيل جديد عشائري ويأخذوه من بيته ويودوه بعمق الصحراء ما يبقى 5 دقائق. تكلم الصراحة يعني وغيره وغيره وغيره. اليوم احنا من نسمح ولن نطالب ولن نسمح لمن يطالب بأن يخرج الحشود من المناطق المهمة اللي لازميها. اليوم الحشد هم أبناء العراق وجزء من المنظومة يؤتمرون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وشاركوا ودعموا وساندوا القوات الأمنية، وتحية حب لقائد عمليات الحشد الحاج أبو فدك ومن معه من القادة الأبطال من خلال منبر سامراء، ونقول لهم نحن مساندون داعمون لن نسمح لمن يريد أن ينكر دوركم. طيب أكو بيئة رخوة تشعر أن هناك بيئة رخوة ممكن أن يستغلها تنظيم داعش مرة أخرى؟ نعم، في تلك المناطق اللي ذكرتها قبل قليل بيئة ومناطق رخوة، ولكن أطمئن الجميع هناك عمليات عسكرية كبيرة وعالية المستوى لضرب بقايا تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق التي ذكرتها رخوة. نعم. طيب خليني أسألك سؤال أخير قبل أن أختم. قوة أشباح الصحراء اللي عليها الإشكال صار 2-3 أيام، مدى صحة هذه المعلومة وخصوصا يقال أنها تنشط في الأنبار والسيد رئيس البرلمان أعتقد رد في هذا الموضوع، بعض أيضا كثير تحدث عنها أن هذه جعجعات إعلامية فارغة، شنو رأيك؟ حقيقة هذه أنا أبو لا باعتبارك أبو أنت ابن المنطقة وأنت أيضا فعلا من حقك أن تسأل حتى العشائر التي قاتلت الإرهاب فتعرف خفايا الأمن. هذا السؤال الأخير اللي سألته لي وراح أجاوبك بكل صدق وأمانة. كل هذه الجعجعة وكل هذا التهويل اليوم لا نستطيع أن ننكر بأن أكو بعض الجحور وبعض أيتام تنظيم داعش الإرهاب يستهدفونه المواطنين العزل في عمق الصحراء. طيب. هذا ما نختلف عليه. طيب.
ولكن اليوم أنه تنظيم داعش الإرهابي من خلال هاي العملية الغادرة اللي يستهدف بها سرية وهم ربما 5 إلى 6 إرهابيون اليوم ننطي دور لتنظيم داعش الإرهابي ونعطي حجم، هذا غير كلام غير مقبول وما نقبل به من خلال الناس اللي هي تريد تبوق وتريد تعطي صورة لتنظيم داعش الإرهابي هي صورة غير حقيقية. عمليات وتلو العمليات اليوم الوضع مسيطر عليه بالكامل، والوضع مختلف عن السنوات الماضية اللي استطاع تنظيم داعش الإرهابي أن يبني بها مضافاته. اليوم لا مضافات ولا ترحيب ولا أناس تعطي معلومات للمجرمين الإرهابيون. اليوم حتى وإن حاول يدخلوا لبعض المناطق لا سمح الله منفردين يدخلوها متخبطين، لا يوجد هناك لا مأوى ولا مرحب، والعيون الساهرة اليوم لقواتنا الأمنية هي لهم بالمرصاد، أما أشباح الصحراء أو غيرها دولي غير موجودين، وهذا الكلام غير صحيح، وداعش انتهى وانكسر ولن يعود مرة أخرى حتى على مستوى أشباح الصحراء. هم ليسوا دواعش، القصد أنها قوة تابعة لجهات سياسية تدرب في الأنبار على مستوى عالي. لا أشباح صحراء ولا موجودة هكذا أي تشكيلات. وين بالصحراء اليوم؟ هي وزارة الدفاع هي الصول والجول بالصحراء. الحشد الشعبي العشائري موجود بعمق الصحراء وموجودة ثكناتهم، إضافة إلى حرس الحدود وجهات كل الأجهزة. اليوم بات الصحراء الأنبار، يعني شون هاي الورقة أمام أنظار القادة العراقيون وهم جالسون في بغداد؟ وين أكو تشكيل؟ يعني تشكيل يعني ضد من حتى نوضح؟ يعني أشباح الصحراء يأتمرون بأمرة من وضد من؟ بأمرة جهات سياسية هكذا؟ لا لا، من الجهات السياسية؟ ماكو جهة. اليوم ما عندنا جهة سياسية هي خارج إطار الدولة. قبل كانت هناك بعض الخلافات السياسية تلقب عاتقها على الوضع الأمني، اليوم عزم وتقدم إيد واحدة لبناء الدولة ومستمرين وانسجموا وشكلوا حكومة إن شاء الله بجهتهم كمكون. أي جهة سياسية اليوم تقدر تتنفذ وتكون إلها أذرع خارج أجهزة الدولة بعمق الصحراء؟ نهائيا هذا الموضوع غير مقبول، وحتى وإن كان صحيح يعتبر ويعامل معاملة الإرهاب. نعم طيب جميل، خليني سألتك سؤال، وادي حوران وما بعده مؤمن اليوم؟ قطعات والقوات الأمنية اليوم هي متوزعة، هناك ثكنات، هناك مراقبة جوية مستمرة لوادي حوران وادي القذف، والدليل بأن اليوم هذا الموضوع لم يذكر بالإعلام ولم يكون هناك أي حركة للدواعش في هذه الأودية. كان قواتنا الأمنية بين فترة وأخرى هناك عمليات، ولكن نطالب من القوات الأمنية بعد أي عملية عسكرية يجب أن يكون هناك تنظيم وإعادة تكتيك ووضع ثكنات ثابتة لمراقبة أجواء تلك المناطق. طيب. وضع الأنبار مطمئن. طيب. جدا. طيران الأنبار. طيران مسير اللي تابع لوزارة الدفاع، والتقارير اللي دي نزلها اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام ووزارة الدفاع دي يوضح رجل مشكور ما مدى مراقبة جهاز الدولة، وخلنا نقول اليوم التصوير الحراري للصحراء، رصد الإرهابيين ومن ثم قتلهم في عمق الصحراء. هذا يعطي رسالة اطمئنان لأبناء العراق بأن اليوم الصحراء مؤمنة، وداعش هنا وهناك متناثرون تحت الأرض يحاولوا أن يثبتوا وجودهم ولكن من غير جدوى. نعم جميل، شكرا الشيخ سفيان العثاوي المتحدث باسم العشائر المتصدية للإرهاب، شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك، شكرا لهذه التضحية. شكرا سلمة. وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة. في الختام أقول كما قال الشيخ سفيان على وزير الدفاع أن يذهب بزيارات مفاجئة يتفقد فيها أحوال الجند، لأن هناك فساد مستشر في السرايا والأفواج والألوية، وعلى وزير الدفاع أن يعالج قبل فوات الأوان، فلا مجال لأن نعطي مزيدا من الأرواح. شكرا لكم، نشوفكم باشر في أمان الله.